ورجعنا لكم في الفقرة اللي كل المشاهدين بيستنوها، فقرة الصحة والرشاقة والجمال. وهنتكلم فيها عن موضوع بيهم ناس كتير جدا، خصوصا الناس اللي عايزة تخس وخايفة على صحتها، فبتدور على الحلول الفعالة والآمنة في نفس الوقت. في اللي بيلجأ للدايت، وفي اللي بيلجأ للأدوية، وفي اللي بيلجأ للعمليات. النهاردة هنتكلم عن الأدوية المساعدة في عملية إنقاص الوزن، وإيه الأدوية الآمنة اللي ممكن نستخدمها، وإيه الأدوية اللي لازم نتجنبها. واللي هيعرفنا ده هو ضيفي النهاردة، دكتور أحمد نوبل، أخصائي التغذية العلاجية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. نورني. بنور حضرتك طبعا. ربنا يخليك. الله يخليك. في البداية عايزين نعرف إزاي بتقدر تحدد إذا كانت الحالة اللي أنت بتتعامل معها دي محتاجة تمشي على دايت بس، أو دايت مع كورس تخسيس، أو دايت ودواء. جميل أوي. هو الموضوع أبسط من كده بكتير. إحنا بنقسمها حاجتين، دايت وكورس تخسيس أو عمليات. الموضوع بيتم إزاي؟ إحنا بناخد طول مع وزن، ومعادلة سهلة جدا بنعملها في تيم أون تارجت، معادلة وورلد وايد. بنحسب حاجة اسمها البادي ماس اندكس، أو بكل بساطة بنشوف تقريبا كل سنتي في جسمك متوزع قد إيه، في قد إيه دهون، عضلات، مية. المعادلة دي مش بتبقى رقم معين، بيبقى رينج. يعني مثلا من تحت ال20 فانت كده نحيف، من 20 ل 25 انت كده نورمال، من 25 ل 30 بتبدا بقى موضوع الزياده، فوق ال 35 دي بقى السمنه المفرطه، فوق ال 40 بقول لك لا انت كده حضرتك محتاج عمليه. عامه الناس اللي بتبقى محتاجه عمليات مش كتير، لان بيبقى الموضوع مثلا فوق ال 150 و 160 كيلو، دي الناس اللي بقول لك لا انت الموضوع كده بالنسبه لك صعب شويه، ودي مش ناس كتير جدا. مش بيبقى بس بودي ماس اندكس ساعتها، لو انا اقول لك هتروح تعمل عمليه بيبقى ساعتها بقى بيعمل لك تحليل هرمونات وتحليل الغده وشويه مالتي فيتامينز ثانيه. لما الاقي الدنيا كده كلها واقعه خلاص، انت لو عملت ايه لازم، ودي نسبه نادره جدا جدا جدا. فخلينا نتكلم على السوائد الاعظم. طبعا بنحدد لك على طول نظام الدايت بتاعك، وكورس الانسيليم بتاعنا تبدا تستخدمه كام مره لمده قد ايه، وبنتابع معاك يوميا، بنشوف البروجرس بتاعك، بنشوف مدى تحسنك ومدى تقبلك للدواء بتاعنا بيبقى ماشي ازاي. احنا بنحطك على خطه كامله، بنحطها في الاول، وعلى اساسها بنشوف انت جسمك هيستجيب معانا. طب في الاول مثلا لقينا شويه ريزيستنس، لو حصل الحمد لله لغايه دلوقتي ما حصلش، بنبدا نعلى بالجرعه شويه، بنقل بالجرعه شويه، دي بتاعه تيم اون تارجت. وعشان كده احنا كل الدكاتره اللي احنا بنتابع اللي معانا في التيم لازم يكونوا دكاتره مختصين وخارجين كليه الطب عشان يبدا يتعامل معاك صح. الموضوع مش بيبقى هاب هازارد، الموضوع مش بيبقى نتيجه عشوائيه، لا ده احنا حاطين رولز قويه جدا جدا جدا، ومش احنا بس اللي حاطينها، دي المنظمات اللي اعلى مننا، المنظمه الصحه العالميه، المنظمه الصحه المصريه، هي اللي بتحط الرولز ديت اللي احنا بنطبقها عشان نبدا نقول لك اذا كنت تاخد علاج او انت هوبليس كيس لازم تاخد تعمل عمليات. وانا برضو باكد عليها، ديت نسبه تكاد تكون واحد في المليون اللي انا بقول لك روح اعمل عمليه. تمام. طيب تعالى نشوف اللي انت قلته ده اتطبق على وائل ولا لا. الو، معنا وائل؟ الو. الو، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. انا كويس، انت كويس؟ انا الحمد لله تمام. الحمد لله. وائل، وائل عندك كام سنه؟ انا 33 سنه. 33 سنه، في ريعان الشباب زي ما بيقولوا. تمام بالظبط كده. انت لما ابتديت مع اون تارجت كان وزنك قد ايه؟ بص حضرتك، انا كان وزني حوالي كده 102 كيلو، يعني بزيد كيلو وانزل كيلو، كنت بتكلم في نفس المستوى. بس انت لسه صغير على الوزن ده. بس احنا كشباب يعني ما بنلتزمش قوي بالاكل والكلام ده، فكنت بعمل عادات كتير غلط وباكل بالليل كتير جدا. فكان مشكله بالنسبه لي في كده، يعني طبعا باجي بالليل بعد اوقات متاخره باكل كل الاكل، يعني كمان ما عنديش حاجه اسمها ممنوعات او محرمات، لك باكل كل حاجه بالليل. فده اللي كان بيعمل معايا المشكله، وانا كمان طولي فكان عامل لي مشكله، انا 182 سنتي. ف طب نزلت قد ايه يا وائل؟ ايه؟ نزلت كام كيلو في قد ايه؟ لا حضرتك دلوقتي انا يعني بعد ما جربت بصراحه الانسوليوم الموضوع كان اكتر من رائع، انا نزلت دلوقتي حوالي 74 كيلو في شهرين، الموضوع كان معجزه يعني. نزل كام كيلو؟ بقى 74 كيلو خلاص. بقيت 74 كيلو. ده عايز تخن شويه. يعني من 102 يعني حوالي
28 كيلو تقريبا. تقريبا 28 كيلو في شهرين. في شهرين ما شاء الله. انت عرفتهم منين يا وائل؟ انا كنت على الفيسبوك وشفت الاعلان وبصراحه صدقني جربت اتصلت بيهم واتصلت معاهم، وبصراحه هم عاملين معايا متابعه هايله جدا. بتابع مع دكتور اسمه الدكتور جرجس، هو مش سايبني خالص، بيتابعني جدا حتى لما بلخبط كده او باجي مثلا عشان ظروف شغلي بتاخر بره البيت كتير، هو بيساعدني وبيبدل لي، وبصراحه يعني مش سايبني، شجعني ان انا انزل الجيم، بلعب رياضه دلوقتي. بصراحه الموضوع فرق معايا كتير، غيرت عادات كتير، حياتي طبعا بقت مختلفه بصراحه. وناوي تكمل يا وائل؟ كمل. اكيد طبعا، اكيد طبعا. بعد الفرق وبعد القمصان اللي بقيت البسها، الام مكسوفه البسها، وشكل اللبس اللي بقى عليا دلوقتي مختلف، طبعا نظره الناس ليا دلوقتي طبعا طبعا اكيد مش هرجع تاني، اكيد انت مش هرجع متجوز تاني. يا وائل؟ ايه؟ متجوز؟ لا مش متجوز. طب يعني هيبقوا كده عشان تبقى أيوة. عارف يعني. اه بالظبط. اه حسيت انت صح؟ اه حسيت طبعا. طب ربنا يكملها لك بخير يا وائل، كمل. ربنا يخليك. وانت وصلت اعتقد الوزن المثالي بس. بالظبط كده، عايز بقى هبدأ دلوقتي مع الدكتور ان انا هثبت ونلتزم في الفترة دي في التثبيت، لان ده اهم مرحلة طبعا. اه طبعا طبعا، وانا واوعى مكمل معاهم مش هسيبه طبعا. تضعف وترجع تاني. اكيد بالظبط، انا متابع معاهم مش هسيبه بصراحة، اللي يجرب الانسيليوم اكيد مش هيفكر يسيبه بصراحة. ماشي، شكرا يا وائل، تسلم. شكرا لحضرتك، ميرسي جدا. تعليقك ايه على وائل؟ ده شيء طبيعي على فكره، هو ما شاء الله التزم ولعب رياضه ومشى على الكلام اللي قلناه بالنص، خس الرينج اللي احنا حاطينه المتوسط الطبيعي بتاعنا من 25 ل 30 كيلو خلال شهرين، وده اللي احنا بنقوله فعلا يعني. دي حاله في الميديم بتاعنا، حاله في حاله طبيعيه بالنسبه لنا، ومش مش جديد ان هو يحصل كده يعني. طيب بمناسبه كورسات التخسيس، زي ما احنا قلنا في جنب الكورسات دي ادويه، انا ضد الادويه كمان تسالني، لانها بتشتغل على مراكز المخ. ما شاء الله صح، ما انا خلاص بقيت خبره بقى. لا ما شاء الله، خدوني معاكم. هقول لك ايه، هقول لك ايه بس ما شاء الله. تنصح بايه في موضوع الادويه؟ انصح اقول ايه بس؟ الادويه دي بتعمل اول حاجه، خلينا نبدا في الاول خالص، الادويه دي غير مصرح بيها اصلا. جميل. لا بره مصر ولا جوه مصر، هي مصدرها الصين، وبتدخل بصم هاو بطريقه احنا ما نعرفهاش ايه. بصم هاو. اقول لحضرتك الزياده، وزاره الصحه بتلاحقها بشكل، واللي بيتمسك بيتاجر فيها بيتعامل معامله بائع المخدرات. فهي بلاش منها، بتجيب نتيجه. بتجيب نتيجه، بتسد الشهيه. بس بتسد الشهيه منين؟ من المخ. طب ايه المشكله بتاعتها وليه احنا بنجري وراها؟ لانها بتعمل حاجه اسمها سويسايدال اتاكس، اللي هي سويسايدال اتاكس اللي انت ممكن يجي لك لا شعوريا احساس ان انت عايز تموت نفسك وبتعملها، وما تحسش ان انت لا ده انا جامد قوي انا هقدر اسيطر على نفسي. حضرتك انت عباره عن شويه مواد كيميائيه هي اللي بتتحكم فيك. يعني وانس ان هرمونات السعاده وقعت عندك، وبعض هرمونات بقى اللي بتجيب اكتئاب زادت عندك، انت فعلا بدون ما تحس بنفسك هتاذي نفسك. ده مش كلامي، ده مش كلام منظمه الصحه المصريه، ده كلام العالم كله. ادخل على النت واكتب في الاف دي اي، واكتب الماده العلميه اسمها سلبيوتامين دي، ده عادي، ده اسم الماده العلميه، وشوف كميه الادويه اللي بتندرج تحتها، وشوف كميه التحذيرات اللي بتتكلم عنها. اتصل لو جنبك اي مقر نقابي، نقابه اطباء، صيادله، اسنان، وات ايفر، كلنا عندنا علم بالمنشورات اللي وزاره الصحه بتلاحقها. قول لهم انا بشوف الدواء ده الفلاني ده في الصيدليه الفلانيه، بعدها بنص ساعه الصيدليه اللي انت بتجيب منها دي هتتقفل. الموضوع خطر جدا بشكل لا تتخيله. فاي دواء يلعب على السي ان اس او يلعب على الجهاز العصبي المركزي، بعد اذنكم بلاش منه. احنا اللي بنقول الانسيليوم امن جدا، لان هو مش بيمتص اصلا، احنا بنلعب على الجهاز الهضمي، بندخل نعمل فوم وناخد الاكل اللي حضرتك بتاخده بتاكله وبننزل بيه. لا بنروح دم ولا بنروح كبد ولا بنروح كلى ولا بنشتغل على الاعصاب. اي حاجه بتشتغل على الاعصاب بعد اذنكم لاطفال ولا كبار، لان انا اتفاجئت طبعا عشان شغلي في مجال التغذيه، اتفاجئت ان في نقط منهم الاطفال. يا نهار ابيض، كارثه سوداء، كارثه سوداء، كارثه سوداء. بيبدا يعمل له صرعه، كهرباء زياده. بجد فعلا الموضوع ده على قد ما وزاره الصحه فعلا بتعمل اللي عليها ان هي تبدا تواجهه، بس موجود، بس موجود للاسف. معانا بسمله. الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك يا بسمله؟
الحمد لله، ازي حضرتك؟ صوتك رقيق قوي، عندك كام سنة؟ عندي 24. اه طبعا شفته، بسنن انا من الصوت. ابتديتي مع اون تارجت فارما وانتي كام كيلو يا بسملة؟ كنت 90. 90 كنت كيلو. 90 كيلو. وفي شهرين بالظبط خسيت 20 كيلو، بقيت 70. ما شاء الله ما شاء الله، ده كويس قوي. وانتي طولك جدا كام يا الحمد بسملة؟ لله. بسملة طولك قد ايه؟ طولي 161. لا كان كتير يا بسملة، 90 كيلو فاضلها شوية كمان. ولسه فاضلك شوية كمان فعلا. يعني انا حاليا متابعة مع دكتور اسراء، وهي متابعة معايا من البداية، والحمد لله يعني في اي غلطة بسيطة جدا بتلحقني على طول، ما بتسيبنيش، ومتابعتها معايا يومية في اي وقت فعلا بحتاجها فيه. وانا يعني وسواسه جدا في موضوع الاكل بالذات والرجيم والحاجات دي، هي كانت معايا خطوه بخطوه فعلا من البدايه الحمد لله، وهي مكمله معايا ومشجعاني جدا جدا. لما بيأس في اي لحظه لا هي بتشجعني جدا الحمد لله. يعني حبيبتي انا عايزاكي تنزلي تبقي 58 57 كيلو ان شاء الله. لا مكمله باذن الله. ارجوكي. باذن الله مكمله ان شاء الله. ميرسي يا بسمله، متشكره قوي حضرتك. باي قلبي. تعلق ايه على بسمله؟ نفس الحاله اللي فاتت برضو، خلال شهرين الرينج بتاعنا من 20 25 30 كيلو، لانها التزمت. بالظبط بالظبط. بسمله كمان صغيره، ف لسه كمان جسمها هيحرق اكتر. ولو لعبت شويه رياضه، يمكن اللي فاد تقريبا وائل في اول مكالمه ان هو لعب رياضه، فلعب رياضه برضو بيفرق. احنا شويه رياضه هتخلص يا بسمله، هتخلصي يعني الموضوع. طيب انا كل شويه بشوف برامج، كل شويه بشوف سوشيال ميديا، منتجات عشان التخسيس اونلاين او كذا. ايه اللي يخليني عندي او مطمنه اني اروح اقول هروح المنتج ده وده لا؟ هقول لحضرتك، انا لو كاحمد لو طلعت قلت من دلوقتي لغايه بكره الصبح الانسيليم امن، ارمي كلامي على جنب. اكس من الناس لو طلع قال ان اكس من الادويه دوت رقم واحد في الماركت المصري واحنا التوب، ارمي كلامه على جنب. الحل الوحيد ايه؟ تبص على حاجتين. اول حاجه تدخل اي صيدليه وتساله على المنتج وتشوف فيدباك الصيدلي، شوف الصيدلي هيطلعه لك منين. لو طلعه لك من على الرف، باين قدام الناس، باين قدام التفتيش، باين قدام الدنيا كلها، صنف ده تثق فيه. الصيدلي قال لك ايه اللي انت بتقوله ده اصلا؟ الدواء ده غير موجود، الدواء ده ملهوش لازمه، او طلعوا لك من حته مستخبيه ما تاخدهوش. دي اول حاجه. طب في ناس مثلا مش كل الصيادله عندهم اوير بالادويه. حاجه اسمها رقم ترخيص وزاره الصحه، عشان اي دواء ينزل على الرف، الكلام اللي انا قلته في الاول، عشان اي دواء ينزل على الرف لازم يكون واخد رخصه. الرخصه ديت بقى وزاره الصحه بتعمل له تراكنج. يعني ايه تراكنج؟ متابعه. متابعه. متابعه بقى بايه؟ عايز اقول لحضرتك مثلا احنا علبه الانسولين بتاعتنا لونها ازرق، لو صاحب الشركه جه الصبح قال لك انا عايز اخليها حمراء، لازم يختر وزاره الصحه. وزاره طب. الصحه ليه وعشان ايه؟ وتبدا بعدها بشهرين ثلاثه تبدا تدي له ابروفل، ولازم الباتشات اللي في السوق كلها تخلص. فقصه كبيره جدا جدا، وهو ده مراقبه وزاره الصحه. انا مش بتكلم على كونتنت بقى جوه الدواء، انا بقول لك يا دوب تغيير لون. اقول لحضرتك اكتر مكان من كده، علبة الأناسيليوم مثلا متغلفة من بره بغلاف شفاف. شفاف. احنا عايزين نخليها مش متغلفة بغلاف شفاف، لازم ناخد تصريح. وصلت مش يعني الأبسط حاجة، وزارة الصحة بتبقى عليها كنترول. هو الأناسيليوم أنا أروح الصيدلية كده أقول له أنا عايز. طب أنا مش هينفع أقول أسامي صيدليات. في برانشات كبيرة، يعني برانشات اللي هي سلاسل كبيرة. سلاسل موجودة كبيرة. طبعاً فيها طبعاً. طبعاً. أنا بحسب مش هينفع أقول أسامي. على التليفون بس. لا طبعاً. أنا صيدلتي فيها. مش هينفع اقول اسامي صيدليات، مش في مصر، مش في القاهره او في اسكندريه، في مصر كلها. من الصعيد لغايه وجه بحري صيدليات تقيله، وطبعا عندها بكل بساطه. واحنا لما بنيجي نتكلم بنقول ان هو متواجد اونلاين، ومش هينفع نقول بقى اسامي الصيدليات لان ده هيبقى اسمه اناسيليوم بس، ولا أناسيليوم. لان ممكن يبقى في اناسيليوم في منتجات تانيه. اناسيليوم احنا اسم الماده الفعاله بتاعتنا، هو اسمنا التجاري، لان احنا الحاجه اسمنا الانوفيتور. احنا اول شركه سجلت بتسجل بالاسم اللي احنا عايزينه. يجي بعدنا الجينيركس اللي هي البدايل اللي تيجي بعد كده الاناسيليوم، يبقى اسمه مثلا انا اناسيليوم داش، يبقى اسمه محمد، يبقى اسمه زي ما يسميه.
بس في الاخر الماده الفعاله بتاعته تبقى الانسيليم. احنا اسمنا هو الماده الفعاله لان احنا الناس الانوفيتور، احنا اول ناس دخلته في السوق. طيب مصر. لو ما فيش، انا دلوقتي التخسيس اونلاين وما فيش في الصيدليه الاختراع ده وكل البيع الاونلاين، اعرفه ازاي برضو اللي خلينا نروح لمنتج على منتج ده. على منتج تاني يعني الامنيه لازم يبقى امن. انت هتعرف؟ انا هعرف منين؟ ما انا قلت لحضرتك ايه، روح اسال عليه الصيدلي اللي جنبك يا عزيزي. لو مش في الصيدليه هقول لحضرتك تعمل ايه. اسال الصيدلي تقدر تجيبه من شركات التوزيع وزاره الصحه بتعمل عليه كنترول ولا لا. بس الصيدلي كل يوم صبح وليل بيعمل طلبيه من شركات التوزيع، بيكلمهم عندكم منتج فلاني الفلاني. شركات التوزيع ديت هي اللي عليها مراقبه، خمس شركات برضو مش هينفع اقول اسمهم، خمس شركات توزيع في جمهوريه مصر العربيه كاملين. عندكم منتج فلاني الفلاني، بيروح جاي داخل على السيستم، المنتج دوت عندي، يبقى دوت كده على طول مسجل. لو المنتج مسجل في الخمس شركات يبقى ده خلاص ده كده مسجل. دكتور احمد، في منتجات مسجله واثبتت عدم فعاليتها بتهيألي بتتشال من السوق على طول. ده يوميا بتجيلنا منشورات من وزاره الصحه، وبعيدا عن ادويه التخسيس في ادويه ضغط، دواء ضغط لسه من قريب جدا وزاره الصحه قال لك الدواء ده اتشال. طب اقول لحضرتك مثال، ده مش هيبقى اعلان، الراني مثلا اتشال من السوق. ليه اتشال من السوق؟ لان الاف دي اي قالت لك ده دلوقتي بقى كارسينوجينك، بيجيب كانسرز. وزاره الصحه على طول الكلام ده من يا سنه يا مصيبتي، ده الناس كانت عايشه عليه. دراسات حديثه الحموضه بالظبط، دراسات حديثه قالت لك ان هو بيعمل كده. وزاره الصحه عملت ايه؟ مفيش صيدليه في جمهوريه مصر العربيه دلوقتي فيها علبه، مش علبه، فيها باكت على طول. الموضوع ده في وزاره الصحه فعلا لا 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 فوق ما تتخيلوا، مش جنود. بيبقى الموضوع عامل زي الكهرباء بالباتشات يعني. انا اقول لحضرتك سكيل اصغر، لو باتش معين في شركه في مشكله، وزاره الصحه على طول تنزل بمنشور بيتبعت الاول على كل الصيدليات على الواتساب، الباتش المعين دوت بلغنا بيه. طب في ناس ما بتبلغش، في ناس ما عندهاش واتساب، بتيجي تفتيش يبدا يبص على الرفوف على الباتشات، الباتش دوت متبلغ بيه، اسحبه على طول ويتعامل بيه محضر. اللي هو الباتش اللي هو الرقم اللي على العلبه، رقم التشغيله، رقم التشغيل. بالظبط، يعني في رقم تشغيله ممكن يكون فيها ديفوق او عيب او كده. طبعا طبعا لا لا الكشاف. الموضوع في مصر فيه كنترول يعني. في ناس ممكن يقول لك لا ده يعني، في ناس عندها ليها على طول نظريه مؤامره في الحته دي بالذات. البلد ما عندهاش، مش هزار، ما عندهاش مرحمين. لو في نقطه في بحر غلط لازم يشيلوها. عظيم. نتواصلوا معاك ازاي؟ ثلاث اشكال للتواصل، عندك فيس، عندنا صفحتين على الفيس، اون تارجت فارما وصفحه الاناسيليوم. لو عندك انستجرام هتلاقي اون تارجت فارما. اخر حاجه لو ما عندكش لا فيس ولا انستجرام هتلاقي الارقام ظهرت على الشاشه، كلمنا على الواتساب او كلمنا على طول، واحنا على طول هنتواصل معاك. عظيم. شكرا دكتور احمد نوبل، اخصائي التغذيه العلاجيه. وبكده تكون خلصت حلقتنا، ونشوفكم في حلقات جديده من حلو الكلام مع منال.